ميكرو فريد على قناة أنتسبريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة، باش غنسولهم على المباراة الثالثة ديال المنتخب الوطني المغربي ضد زامبيا، يعني التوقعات ديالهم شحال غتكون النتيجة. إلا بغيتو تعرفوا أشنو قالوا لنا والتوقعات ديالهم شحال غتكون النتيجة كونتر زامبيا، أجيو معايا. وي بيان سور، انا جيت المغرب باش نعيش الاجواء ديال تفراج في القهاوي ولا مع العائله ولا هذا، باش تعيش ديك الاجواء، لان حنايا في اوروبا تتكون شويه الدنيا بارده، لا هذا ما عندناش الوقت والاوقات ما مناسبينش. دونك جيت المغرب باش نعيش ديك الاجواء، لان حنايا ضروري نبينوا الوطنيه ديالنا ونتفرجوا في ليكيب. والله رضي عليهم كاملين، من مسيو راكراكي حتى اللي جوا كاملين، الله يرضي عليهم، وكلهم واعرين واعرين، وديجا حنايا مأهلين 2-0. شكون اللي غيمارك؟ شكون اللي غيشجع؟ إلا دخل زياش في الأول غادي ماركي، وعدلي. زامبيا إن شاء الله غادي نربحوها إن شاء الله بواحد 2-0 إن شاء الله، وغادي ندوزو إن شاء الله بإذن الله. ونتمنى ان شاء الله شي جن صايري وناحي ان شاء الله شي بيت بحال كما لعبنا مع تنزانيا. بالنسبه لي انا وقت مناسب، بالنسبه لي وقت مناسب، يلعبوا مع الثمانيه وقت تسعود وقت مناسب ان شاء الله. وكنتمنى منهم يلعبوا بالروح ويلعبوا بقتاليه ان شاء الله، باش البرد ولابس التوني انايا، عايز عليا زياش وعايز عليا نلعب السبعه انايا، من صغري عايز عليا نلعب السبعه. الروح الوطنيه اخويا مخليني لابس التوني في هذا البرد، البرد ولابس التوني كنلبسوا الليل والنهار. كنتمنوا منهم يديروا شي انجاز ان شاء الله اللي غيفرح المغرب وديما المغرب. اتوقع امام زامبيا غادي يكون الماتش مرتاح للاعبين، لانهم عندهم واحد الطراوه البدنيه وواحد العقل مدبر، كيدوروا كره الحمد لله، عندهم واحد التيكي تاكا، وكاينين اللاعبين الحمد لله مستوى ولاعبين ناضجين في اللعب ديالهم في العقليه ديالهم، ولكن الحراره اللي كانت هي اللي اثرت عليهم وما كيتحملوش هذيك الحراره اللي كانت. والحمد لله الدراري كيتيقوا في ريوسهم وكيتيقوا في المدرب الركراكي، لانه عقل متدبر. التوقعات ديالي النتيجه تكون غادي اش نقول لك، يقدر يكون جياس غادي يسجل واحد جوج اهداف ديالو. التوقعات ديالي مع زامبيا خويا اش غادي نقول لك، انا التوقعات ديالي الماتش ان شاء الله غادي يكون مربوح. علاش؟ حسب اول حاجه كيكون مع 9 ديال الليل، ثاني كيكون بالنسبه للجو كيكون موافق الدراري، والدراري كان لعب البارح اخويا راه مع جوج، راه جوج راه ماشي ساهله، راه بلا ما كتخوي عليه الماء كيتحرك، عاب الشجع ما كيقدرش، فهمتيني؟ واش غادي نقول لك، الله يدير لهم شي تاوين اخويا، وان شاء الله الماتش راه مربوح 3-0 ولا 4-0 ان شاء الله. انا تيقن فيكم ركراكي، حنا راه تيقن فيك، انا التشكيله اخويا ما كنعرفش ركراكي شكون كيدخل فيها، وفهمتيني؟ دابا غير بينو بيك، حنا اشرف حكيمي كان ناوي يماركي، ما كناش غادي ناوي، ما تعرفش شكون اللي غادي يماركي، حسب هذيك مجموعه وحده ما كتعرفش شكون اللي غادي يماركي. المنتخب راه ما واقفش على واحد، المنتخب حنا اخويا من الاخر حنا نديرو النيه مع ركراكي ولا جي خشيها بالشبكه.